بدخول الحرب على لبنان يومها 24 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على مختلف القرى والبلدات في لبنان جنوبا وبقاعا، بعد ساعات على الغارات الثلاث التي استهدفت صباحا ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تصاعد الدخان من منطقة حارة حريك وعم الدمار. إسرائيل شنت أكثر من 10 غارات على قضاء النبطية جنوباً أيضاً، في وقت يسعى لبنان بكل جهوده السياسية والدبلوماسية إلى تحمل المسؤوليات كلها في سبيل وقف الهجوم الإسرائيلي الذي يتعرض له. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن هناك محاولات حثيثة في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، لكن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بعد. ميقاتي أكد أن لبنان مستعد لتعزيز حضور الجيش جنوب البلاد، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 4500 جندي على الحدود، ويفترض أن يزيد بين 7000 و11000 جندي. لمحاولة هيك النظر بشكل عام إلى الأوضاع السياسية ومآلاتها في لبنان، تنضم إلي في الاستوديو الأستاذة كارين البستاني، الكاتبة والناشطة السياسية. أهلا بك أستاذة كارين معنا في الاستوديو. أهلا فيك جمانة، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك. المشهد العام في لبنان يعني سياسيا وعسكريا وأمنيا واجتماعيا يزداد تعقيدا. خلينا نبدأ من المشهد السياسي لو سمحتي. بعد كلمة نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم بالأمس، وصولا إلى المواقف للدولة اللبنانية، وكان الصوت عالي اليوم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. نعم، الوضع في لبنان كارثي، كارثي مش بس أمنيا وليس فقط إنسانيا، لأنه اللي عم نشوفه بشوارع بيروت كل هالنسحين الموجودين على الطرقات، وتراكمت المشاكل اللي كان عندنا إياها نحن قبل ما نفوت نخوض هذه المعركة اللي بحياتنا ما كان بدنا إياها نحن، ولكن الفريق السياسي الممانع هو اللي أدخلنا في هذه الحرب ب 8 أكتوبر. بس نحن اليوم كلنا عم نتحملها. ما في لبناني بلبنان وين ما كان بأي منطقة بلبنان ما عم بيتحمل وعم بيتوجع من هذه الحرب وتداعياتها، إن كان من الناحية الأمنية، الإنسانية، الاقتصادية، النفسية. يعني أنا حدا عايش بلبنان وعم بعيش كل هالأمور عم بحكي فيها وعم بتسمع على الآخرين وعم نساعد لأنه نحن لبعض، ولكن المواجهة اللي أو الحلول اليوم ما بتجي إلا من جهة السياسية. يعني هالوضع اللي عم نحكي فيه العام الكارثي اليوم بلبنان ما بينحل إلا سياسيا. نعم، والحل واحد هو تطبيق هالقرارات الدولية، ولكن لسوء الحظ ما بقى بدنا مواقف رمادية أو مواقف ضبابية أو حتى مواقف تتغير من اللي اليوم هن بيمثلوا الحكومة اللبنانية. من هيك اليوم انتخاب رئيس جمهورية جمانة لبنانية هو يكون المرجع لقرارات الدولة اللبنانية الواضحة، ضروري بهالوقت، لأنه أنا يعني من ميلي ما بتأسف إنه تاني أو تالت نهار من ابتداء هالحرب على لبنان كان موقف الحكومة إنه نحن مع تطبيق 1701، إن كان من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو من دولة الرئيس نبيه بري، ولكن اليوم بتشوفي إنه رجعوا من بعد ما انضربت النبطية وأكيد حارة حريك وإلى آخره، بيرجع بيطلع نجيب ميقاتي مع كل حفظ الألقاب وبيقول نحن ضد هالعدوان وبدنا وحقنا نرد وإلى آخره. يعني عم نرجع على مثل ما بيقولوا على البداية، على البداية، يعني كاز ديبار، يعني كأن كل هال 3000 ضحية
من المدنيين وغيرهم، وهال 10,000 جريح والمليون ونص نازح كأنه ما دفعوا حق ثمن شيء، كأنه ما فهمنا أنه نحن لازم نروح على مفاوضات السلام. طيب ست كارن، يعني حضرتك ذكرتي أكثر من نقطة، نحكى بال1701 بس ما حدا حكي بال1559 الذي يفرض نزع سلاح حزب الله، وأيضا هذا قرار دولي. هل تتحاشى الدولة اللبنانية الآن طرح القرارات التي تكون مثار خلاف مع حزب الله قد توقف مسارا سياسيا ما؟ ما في شك، وهذا مؤسف، مؤسف للغاية، لأنه ما بعرف شو ناطرين بعد. لبنان في الهاوية، مش على حافة الهاوية، في الهاوية. نعيش في لبنان هيك نهار بنهاره، يعني نبدأ النهار ولا نعرف ما شو بيخلص، ما ينتظرنا. يعني اليوم ما حقلك واضح أنه الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة عم بيتحاشوا يحكوا عن 1559 اللي هو بند من بنود 1701، وهو ضروري يصير لأنه لازم يسلموا سلاحهم حزب الله للجيش اللبناني ويصير حزب سياسي يقعد. نحن هو حزب على أساس لبناني أوكي، ولا يقول إيران، ولكن يتفضل يعطي سلاحه للجيش اللبناني، ينتشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الشمالية والجنوبية، وبعدها نقعد منحكي سياسي ومنشوف وين منقدر نتفق لمصلحة لبنان وفقط لبنان، مش لمصلحة إيران أو الدول الأخرى. هيدا كان حديثنا دائما نحن، وكان عندنا نحن انا عضو كمان في الجبهه السياديه، ونحن كنا بمؤتمر القوات اللبنانيه نهار السبت بمعراب لنقول انه نحن بدنا وحده وطنيه، كل المعارضين نكون ننطلق من انه تطبيق ال 1701 1559 و1680. ما بدها كثير، بدها انه نقول كلنا هيدا الشيء، لانه هيدا هودي القرارات الوحيدين اللي ممكن يوقفوا اطلاق النار ونفاوض نحن كدوله لبنانيه جمهوريه لبنانيه مستقله مع اسرائيل والى اخره. نريد السلام ونريد وحقنا انه نعيش بسلام، انه الشعب اللبناني يعيش بسلام وباقتصاد وببحبوحة. وبدي أقول لك شغلة جمانة مهمة جدا، قلنا 50 سنة نحن منعاني بلبنان قبل حتى حزب الله وأكثر عأيام حزب الله، لأنه عنا كن تأم سياسي موجود بعده لليوم اشتغل ضد مصلحة لبنان، اشتغل لمصلحته. وأنا ما رح أحكي على مين هن، بيعفوا بحالهم إن كان ومن كل الطوائف. هيدا السؤال، يعني كل جهة في لبنان تتهم الآخرين بأنه، يعني مثل ما حضرتك عم تقولي أنه في جهات أخرى هي يعني ترهن نفسها للخارج للعمل، أيضا قد يقولون أن هناك أيضا الأطراف التي تتحدث هي أيضا مرهونة لخارج آخر. فهذه المعضلة بلبنان كبيرة جدا ومتجذرة حقيقة من 50 سنة مثل ما عم تتفضل. صحيح صحيح. هلا ما في شك انه الممانعه اكثر تشتغل انه لمصلحه ايران في لبنان، في غيرها بتشتغل يعني او تتفق مع امريكا وفي منهم. نحن اصلا معلش انا بدي اقول انه لبنان لازم يرجع على الحضن العربي، نحن بلد عربي وما في حدا، ولازم نكون اصدقاء مع الكل، لأنه لبنان بلد صغير حلو جميل جدا وفي قيم جميلة جدا واقتصاد ممكن ينشغل عليه، وخاصة أنه معلش لبنان منه بس الخمس ملايين لبنان اللي عايشين فيه، لبنان 16 مليون لبناني كمان خارج لبنان وكلهم رجال أعمال ونساء أعمال ومبدعين وكلهم هن لبنان. أصلاً هذه الفكرة للبنان يعني هي نشأ عليها
هي قصة أنه يكون هو يعني يتعاطى مع الآخرين كلهم على نفس الطريقة من دون أي حساسية. وهيدي هيدي غنى لبنان. يعني من هيك عم بقول كبلد صغير ما عنده يمكن جيوش كبيرة وما عنده ثروات طبيعية كبيرة، من هيك لازم يكون على حياد نشأ مثل سويسرا مثل كل هالبلدان المتقدمة واللي عندها مكانتها. نعم. لبنان عنده حضارته ومكانته ما في شك، بس ما بيقدر يفوت بحروب الغير. اليوم نحن فتنا بحرب نحن ما قلنا فيها ومش قادرين عليها. هيدي هي هيدي النقطة كمان أساسية. حضرتك ذكرتي موضوع أنه حرب ولا لبناني كان بده إياها، بس بتسمعي أنه في كتير لبنانيين من البيئة الحاضنة لحزب الله. ومبارح يعني الشيخ نعيم قاسم أيضا بخطابه قال أنه رح يبقى الحزب على قلب اللي ما بده إياه، وبنفس الوقت شكر الآخرين اللي هن داعمينه، وحتى حكي عن وسائل إعلامية يعني شكرها وسائل إعلامية أخرى كأنه بين هلالين، يعني خونها بأنه هي يعني شاطرين بالتخوين بهيدا الإطار، يعني تقول بما لا يصب بمصلحة حزب الله حتى. نعم. لو كانوا عم يعرضوا ما الذي يجري على الأرض. لما عم نحكي نحن عن تطبيق القرارات الدولية، نعم. شفنا الرئيس نبيه بري أن نعم. حزب الله فوضوا سياسيا يفاوض باسمه، ولكن الشيخ نعيم قاسم لم يتحدث بال 1701. يعني ما بتخافي بمكان ما، مش حضرتك ككارن كجهة معينة، لما نحكي أنه بده يطالبوا بتنفيذ هذا القرار أن يكون هناك تخوين بأنه هيدا بتكون أنتو حزب الله يستسلم ويسلم سلاحه ونحن مقاومة في البلد؟ معلش أنا جواباً للشيخ نعيم قاسم، نعيم قاسم أولاً هو عم بيخون، ولكن هو وعم بيقول أنه هن مقاومة وهن بدهم يحموا جنوب لبنان. بشو اليوم قدروا يحموا الجنوب وأهل الجنوب وأهل الشيعة وأهل لون هن أو اللي معهم بالحزب حزب الله؟ كيف قدروا؟ مش بس ما قدروا يحمون، ما قدروا يحموا حالهم. يعني اليوم أنا بتأسف كمان إنه مبيحة هيدا الخطاب اللي عم بيعطي فيه زخم لبيئته ولحزبه، ولكن هو عارف أكثر من أي غير شخص إنه هيدي إيران اللي عطيته. بتعرفي اجت ثلاثة مفادين إيرانية على لبنان، وتغير الحديث ككل، وأصبحوا إنه نحن مكملين ونحن قوية. نعم. هو بيقول بالحرف الواحد استعدنا عافيتنا الميدانية ورممنا قدراتنا التنظيمية ووضعنا البدائل. طيب طيب وشفنا وعم بيضربوا هيك، وبعدين إلى مد طويل. يعني أول أسبوع من بعد ما اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله، ومن بعدها بأسبوع ما كان هيدا هو الحديث، كان مش عايفين كيف بدنا نتلملم ونحن مع وقف إطلال النار، لأنه كان شيء كتير كبير، وإذ بعده هيدا شيء كبير. يعني أنا بس بدي رجعه بس كم يوم لورا تيعرف أنه في إمكانيات من الطرف الثاني كتير قوية، يعني ما فينا نغض النظر. وبعدين إذا بده يحمي مزبوط بيئته، هو لازم يكون مع وقف إطلاق النار، مع الشرعية الدولة اللبنانية. وبعدين معليش عم بيخون دايما كل اللي بيحكوا ضده، بس ما هو طلعوا الخونة عندهم ويمكن مع حليفهم بإيران. يعني أنا مش هيدا منه حديثي، هيدا حديث الكل، وهيدا ما تبين من أسبوعين لليوم. هذا الخرق أكيد منه خرق من ناشطين أو سياسيين لبنانيين. نعم. حضرتك أيضا طالما عم تحكي عن خطاب سماحة نائب الأمين العام نعيم قاسم، يعني امبارح شفنا اختلاف مش بس بروح الخطاب. نعم. شفنا بروح
حسن نصر الله أيضا أمين عام الحزب التي كانت حاضرة بالصورة وبالحديث وبالاستعادة وباستخدام كلمة سيدنا كل الوقت. هذا أيضا يعني لربما شحذ الهمم. أيضا من حيث التصوير نفسه، يعني من حيث الصورة، من حيث الشكل، ومن حيث المضمون. هل برأيك هون طالما عم نشوف نحن هذا الحراك الدبلوماسي الواسع لوزير الخارجية الإيراني في المنطقة الإقليم وليس فقط مع الدول العربية، يعني بعد لبنان راح على دول الخليجية، راح على الأردن، مصر، تركيا، يوازيه تريد إيران مسعى عسكري آخر يعني لتبين أنه أنا ماشي بالدبلوماسية، ولكن أيضا انتبهوا أنا عندي قدرة عسكرية. وشفنا أيضا خلال الأسبوع هذا أيضا تحرك عسكري أقوى من قبل قام به الحزب. نعم صحيح. يعني معروف جمعنا أنه اليوم الميدان هو ضغط على السياسة، يعني اليوم أنا بروح أبعد بالحرب على الميدان بكون شرس أكتر لأقدر فاوض أكتر بالسياسة، بكون نقاط قوة. هيدي شي معروف. من هيك سياسياً كلهم بدهم وقف إطلاق النار، هيدا شي قالوا كمان إن كان المسؤولين بإيران، إن كان الشيخ قاسم، إن كان حكومتنا، قالوا بدنا وقف إطلاق النار. ولكن على الأرض عم نشوف بالعكس الأمور عم يعني عم تتفاوت، وعم اليوم القصف المنهج اللي صار على ضاحية بيروت وعلى النبطية، وعلى النبطية زنار نار، يعني نبطية شيء لم نراه قبل. ويمكن فيها كمان بحسها هالمشهد له نوع من الرمز، أنا يمكن عم هيك بقري بس وإلى آخره. يعني بتشوف رمز كمنطقة قصدك؟ نعم. بقى بتشوفي هون الأمور يعني ميدانيا شيء والحكي سياسيا شيء تاني. أنا بعتبر أنه أكيد في تحرك إيراني قوي، لأنه هني من بعد أول أيام الحرب على لبنان من أسبوعين يعني إذا بدك صورة إيران وصورة الحزب وإلى آخره عن جد أنه يعني إذا بدك ضعفت، ولكن هلأ عم ترجع تستقوي. بس من تاني ميل كمان بتشوفي أنه أمريكا جابت أسطولة على يعني الشرق الأوسط. الشرق الأوسط يعني اليوم كمان يعني عندك موازين قوى عم تحكي مع بعضها إقليمياً ودولياً. ولبنان هو أكتر واحد إذا بدك عم بيكون كبش محرقة. نعم. وما بيتحمل، ما بيتحمل، لأنه نحن أصلاً وصلنا على الحرب ومؤسساتنا مدمرة، المالية، الاقتصادية، الاجتماعية، قضاءنا مدمر، وهذا كان برجع بقوله دمار ممنهج تنوصل لهون. يعني ما عندنا أي تنوصل لهون. قصدك أنه الدويلة تسيطر على الدولة التي كانت تقول؟ أكيد. أنا بخبرك أنه ما كان الدولة اللبنانية كانت مخطوفة، هي الدويلة اللي كانت عم تحكم لبنان. حتى نحن كإعلاميين أو كناشطين سياسيين إذا كنا ما نحكي شيء كان أصبحنا بدولة بوليسية. نحن بلد ديمقراطي، ولكن أبداً يعني كنا نتخون، يهددونا، ما بيصير. نحن علينا اليوم نعطي رأينا. طب أنت لما عم تعطي رأيك اليوم، حضرتك وغيرك من الأشخاص الذين يخالفون الحزب بالرأي ويقولون أو يعني سواء بأمور عسكرية أو سياسية أو قراراتهم، نعم، كلبنانية، نعم، بتحسي حالك اليوم بحل من هذا الخوف؟ عندي خوف يعني لا، يعني أنت هلأ بطلتي خايفة لأن الحزب يخوض معارك؟ بحياتي ما خفت. لا، كجهة وليس ككارن. ما بخاف. إيه أكيد نحن ما منخاف، لأنه نحن لبنانيين وبدنا مصلحة لبنان، وبالعكس نحن عم نأدي رسالة. يعني نحن اليوم ما فينا نقعد نتفرج على الأمور اللي عم بتصير ببلدنا. في ناس هاجرت، في ناس يعني خضعت، وفي ناس مثلنا
ما بتقبل بهالامور، وسوري في ناس مثقفه عندها عقل عندها علاقات ما بتقبل انه بلدها لبنان اللي بتحبه اكثر ما بتحب حالها. يعني انا اليوم بعتبر انه عندي راي اللي هي لبنان، وبحب لبنان اكثر ما بحب حالي اكيد، يمكن قد ما من بعد حبي لله بحب وطني، هالقد بحب وطني لانه وطن عندي انتماء له جمانة. وهيدي مشكلة لبنان، انه في كتير منهم حاسين بانتماء للبنان، من هيك عندهم عم بيبحثوا على هوية عم بيلاقوها بهذا الحزب او الجهة. هيدا شيء مؤسف. نحن لبنانية وعلينا ان نؤمن ببلدنا لبنان، وعلينا أن نعمل لمصلحة لبنان وشعبه. نعم. وعلينا أنه نقول لكل الدول الصديقة أنه كيف ما تركتوا لبنان وبعده لبنان لبنان، وهن هو ما رح يترككم. يعني في محل ما نحن لازم نعمل شغلنا، ما حدا بيتعاطى فينا. وعلى كل شفنا اللهفة العربية التي تمثلت بدولة الإمارات العربية المتحدة وبالمملكة العربية السعودية، متشكرون يعني لكل التفاتهم الإنساني للبنان. طبعا هذه اللهفة يعني التي تقدر لكل من يشعر بمعاناة اللبنانيين. سنتابع مع حضرتك أستاذة كارين البستاني الكاتبة والناشطة السياسية، وينضم إلينا ضيوفنا الآخرين، ولكن بعد هذا الفاصل تفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا. إذن مشاهدين، موقفان يتجاذبان الساحة اللبنانية، موقف الدولة الرسمي من جهة وموقف حزب الله من جهة أخرى. ففي وقت يشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، تجاهل نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم في خطابه الأخير الحديث عن تنفيذ هذا القرار، وقدم مقاربة جديدة كليا للمرحلة المقبلة أسماها مرحلة المواجهة المفتوحة مع إسرائيل. الرد الإسرائيلي على خطاب قاسم أتى على لسان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، الذي اعتبر أن قاسم أخطأ كأسلافه الذين سبقوه، قائلا دورك آت، على حد كلام هيرتزوغ. على تويتر أيضا أشار عضو حزب العمل الإسرائيلي مئير مصري إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هدف مشروع تماما، هيدا اللي كتبه على أكس. فهل هناك ما يدور في الكواليس بين حزب الله ونبيه بري؟ وهل تهديد الرئيس الإسرائيلي لنعيم قاسم يعني اقتراب استهدافه كما حدث لحسن نصر الله أمين عام الحزب؟ سنحاول استشراف هذه الصورة. تبقى معي في الاستوديو الأستاذة كارين البستاني الكاتبة والناشطة السياسية، أهلا بك مجددا. وتنضم إلينا من بيروت الأستاذة مرلان وهبي الكاتبة الصحفية. وأبدأ معك أستاذة مرلان، بعد خطاب نائب أمين عام الحزب نعيم قاسم بالأمس، هل ترين فرقة ما بين مواقف الحزب ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ هل يمكنني، مساء الخير أولا. مساء النور. فيني قبل أعلق على المسار اليوم، تطور الأمن المسار اليوم، لأنه أكيد تفضلي. قبل ما أحكي عن التباين، باختصار الرد بالضاحية أمس كان جواب على خطاب رئيس مقاتل أنه خففنا الضغط على بيروت. أما إيلام الحزب فكان اليوم من قبل إسرائيل على خطاب نعيم قاسم الذي توعد أنه هو بإيلام الحزب. فإذا كان في ردين برأيي من إسرائيل، واحد للرئيس مئاتي أنه لا، بعد الضاحية وبيروت بمرمانا. أما الرد الثاني فكان على خطاب نعيم قاسم اللي قال نحن نسعى سنشوف سنؤلم الحزب. يعني معاهد
معادلة الإيلام التي تحدث عنها بالأمس نعيم قاسم برأيك ردت له إياها إسرائيل مباشرة وإنها معادلة متبادلة؟ ردين، عطيت جوابين، جواب لرئيس مئاتي الذي قال أنه أخذ تعهد بعدم ضرب بيروت أو بالتخفيف من الضربات، ردوا على الضاحية بأمس. أما اليوم فكان الرد لنعيم قاسم أن بإيلام بيروت عملوا أربع يعني خمس غارات على النبطية، بيقولوا أنه كان في استهدفوا بنى تحتية ويقال أنه كانت مخازن صواريخ. نعم. بالعودة لسؤالك، بدي أحكي شوي بخطاب نعيم قاسم بالأول. نعيم قاسم خطابه يحتوي على العديد من الأبعاد التي قد تبدو للوهلة الأولى متناقضة، لكنه يعكس تعقيدات الوضع السياسي والأمني اللي بيعيشه الحزب اليوم. هلأ بما يتعلق بعدم تطرقه لقرار 1701، يمكن تفسير ذلك بأنه قد يكون عنده رغبة من حزب الله بتجنب الخوض بمسائل مرتبطة مباشرة بقرارات دولية توضع قيود على نشاطه العسكري بالجنوب. كلنا بنعرف أنه القرار 701 اللي صدر بعد حرب تموز 2006 كان بيهدف لتعزيز وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، وبيشمل منطقة خالية من السلاح بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة. قد يكون حزب الله لا يرغب بإظهار التزامه العلني بهذا القرار، لأنه قد يعتبر نوع من التنازل أو الضعف أمام إسرائيل. هلأ في شغلة بالنسبة للتناقض الظاهر بخطاب نعيم قاسم، هذا بيعكس استراتيجيته له المزدوجة. من ناحية بده يظهر أنه حزب الله مستعد للتفاوض، وكمان بده يظهر انه حزب الله مستعد للتهدئه، نظرا لانه بده يراعي التطور الاقليمي ويعمل توازن بخطابه. من ناحيه اخرى حزب الله بده يبقى على صورته كمقاوم قوي قادر، وعم بفرجي شعبيته انه هو قادر على التصعيد، وكرمال هيك هدد بالرد على اي اعتداء اسرائيلي. طيب ست مارلين اسمحي لي، يعني ماذا تفضلين به يوازي عفوا ما سمعت اللي تفضلتي فيه اخر شيء؟ عم بقرا شوي بخطابه قبل ما فوت بالتباين بينه وبين الرئيس بري. تحليل هيدا الموقف بيتطلب النظر بالعلاقه، ديناميك العلاقه بين حركه امل وحزب الله، يعني الرئيس بري وحزب الله. حتى الان ما في مؤشر واضح وصريح على انه التفويض اللي منحه حزب الله لبري قد تم سحبه، أو أنه هناك خلاف جذري بين الطرفين، بس هيدا لا يعني أنه قد لا يتم سحبه. مثلاً رح أقول لك شو التباين. خطابه المتناقض لقاسم قال نعيم قاسم، قال بخطابه الأول بعد استهداف نصر الله، سلمنا الأخ الكبير مهمة التفاوض. وقبل التسليم الأخ الكبير أي بري، كان الأخير بري قد أعطى موافقته مع الثلاثي للسير بال 17-01. بالخطاب الثالث بعد وصول العراقجي تم إلغاء التفويض. كيف هذا الأمر تظهر؟ بخطابه اللي اعتمد نعيم قاسم أول شيء بدأ يستعيد خطاب التهديد وفرض الشروط والتشبث بجبهة إسناد غزة، بمعنى آخر رد القرار لمين؟ رد القرار لإيران، وقال خلص لا غيرت فكري، القرار عنا مش عندكم. يعني بعد ما كان أعطى التفويض لبري عاد وسحب منه للأخ الكبير نبيه بري، بدلت اللهجة وسحب القرار منه. بالمقابل في إشارة كتير مهمة بدي أقول لك إياها، يمكن يكون عدم تطرقه بشكل مباشر لل 701 بتصريحاته يكون مجرد توزيع أدوار بينه وبين بري. يعني بالنهاية هو أمين عام حزب كبير، وبري بده يضطر يكون كرجل قانون دوره كوسيط ومفاوض محنك بالساحة السياسية، بينما قاسم بفضل يدل أمين عام حزب كبير عم بيقاتل نائب الأمين بعد ما أعلنوا أنه صار الأمين. مزبوط. يا ست مارلين، يعني إلا إذا عندك نائب. معلومات هلأ بتحسي عم يقوم بدور الأمين العام، لأنه حتى الساعة في غموض بتسمية نائب الأمين العام. وحسب معلوماتي هن أخذوا قرار أنه ما يسموا الآن، واخذوا قرار ما يعلنوا ابدا عن كل الاستهدافات يلي بتطالب قادتهم. يعني هو قال لا يوجد مركز قيادي شاغر في الحزب، وفي كل صحيح. مركز الان يوجد ايضا بديل، يعني هذا ايضا يشمل الامين عام الحزب. بدي اقول لك شيء،
أنا قلتها بإحدى إطلالاتي معكم مزبوط، وأكثر من هيك هن عينوا قادة وقلت لك قادتهم من الحرس الثوري، وبرجع بقول لك إنه ملأوا الشواغر، بس هيدا ما بيعلنوا يعني إنهم يعلنوا عن أسمائهم. هيدا واحد. اثنين، أي قيادة بيتم اغتياله أو استهدافه هناك قرار في حزب الله أن لا يعلن عن نجاح العملية أو عدم نجاحها، إنه سيعتمدوا الصمت المطبق أول شيء كرمال يخلوا معنويات عناصر الحزب، ثانيا هو تكتيك جديد رح يستعملوا فيضيعوا العدو أكثر من عناصره. نعم. فينا نرجع لسؤالنا بليز؟ تفضل. في نقطة مهمة بقول لك إياها، إنه الرئيس بري بالنسبة للتباين ذكي كفاية إنه ما يعمل خلاف، أو بالأحرى عدم تظهير خلاف الطائفة الشيعية اللي ما انشأت منذ أكثر من 30 عاما، وبالتالي ليس لصالح نبيه بري إظهار المشكل اليوم، بل هو يفضل أن يصبر اليوم ويكتفي بالمشاهدة على أن يقبض ثمن صبره استراتيجيا لاحقا. يعني كلنا بنعرف صبر كثير نبيه بري على الحزب، وبنعرف انه كثير بالداخل كلنا بنعرف اللبنانيه والحزب حركه امل وحزب الله بيعرفوا انه في تباين كثير، والحركه لطالما اختلفوا مع الحركه، بس حنكه بري ودهاء نصر الله منعهما من تظهير هالخلافات، وبيعرف بري انه هون هلا اليوم مش الوقت المناسب لتظهير هالخلافات، بده يراقب، بده يراعيهم وبده يسيرهم على أن يبت أمر حزب الله في حال كان هناك قرار دولي بإنهاء دور سلاحه، من بعدها سيكون ربما هو الوريث الذي سيقبض ثمن انتهاء دور سلاح حزب الله ويقبض ثمنه استراتيجيا. بتمنى أكون وضحت الصورة. واضحة هذه الصورة رغم فيها من تفاصيل يعني دقيقة جدا، ولكن أيضا لفتني بموضوع لأنه كنا عم نحكي أول ما بلشت القصة وبعد اغتيال أمين عام الحزب كان الرئيس بري بعد ما أعلن حزب الله أنه يفوض التفاوض باسمه سياسيا كان صوت عالي لانتخاب رئيس جمهورية جديد. أيضا رجعنا شفنا الشيخ نعيم قاسم بيقول أنه هذه ليست أولويات، حكي بس الأولوية عن التحرير امبارح ما ذكرها بالمرة، رغم أنه ذكر يعني كلمة حركة أمل بخطابه يعني سماها بالاسم وأنه هي يعني نفس البوتقة. أيضا بتشوف فيه أيضا هذا سحب لهذا الموضوع اللي كان الرئيس بري يعني طاحش فيه إلى الأمام. أول شيء في نقطتين بسؤالك. أول شيء أكيد بعد مجيء عرقجي فرمل مش بس 701، فرمل أكيد رئيس الجمهورية، لأنه كمان عم بيقولوا كانوا القرار لنا رد القرار لإيران حتى بالوضع الداخلي، وما تنسي أنه رجع إجا أمين عام رئيس مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى صحيح كمان تيقول أنه القرار لنا حتى سياسيا، يعني إجا واحد أمني وإجا واحد سياسي تيقولوا القرار السياسي والأمني إلنا. بالنسبة لحركة أمل استقصد برأيي أنا نعيم قاسم يغذي روح المقاومة اللي بتجسدها حركة المتروكين، حركة أمل يعني وقت بيخاطب حركة أمل الحركيين كأنه عم بيخاطب العناصر الجنود المقاتلين، كأنه عم يجيش يرجع شعبية الشيعة تحديدا إلى التضامن. أنا برأيي لذلك استعمل كلمة حركة أمل. خليني بدي أنهي بخلاصة بالنسبة للتباين، توضح آخر شيء المفهوم الصورة اللي قلتها بالنسبة للتباين. تفويض بري حزب الله لبري ما يعني بالضرورة إنه هالتفويض ثابت مرحلي برأيك؟ يعني إنه التفويض ثابت أو دائم، لكن أي قرار بسحب التفويض أو تغييره يتطلب ظروف سياسية قوية أو تغيير بالتوازنات يلي قلت لك عنها ساعة بري ببلش يفكر ويقبض ثمنها استراتيجيا. حتى الآن ما لم تظهر دلائل أخرى على وجود خلافات فعلية أو تقارير موثقة بخلافاتهم، فإن استمرار بري بدوره التفاوضي
لا يزال دائما هو ذكي كثير، يراقب وينتظر الفرصة المؤاتية ليقبض ثمن تباينه استراتيجيا على الأرض، أي يكون هو الوريث. طيب مئير مصري اللي هو أحد أعضاء حزب العمل كتب على أكس تويتر سابقا بأنه نبيه بري أيضا من ضمن الأسماء المستهدفة، ليش برأيك هذا يعني هذا طبعا لا يمثل الحكومة الإسرائيلية ولا يمثل جاء يمثل نفسه ربما بهذه التتويتة، ولكن اسمه لم يكن مطروحا من ضمن المستهدفين، ليش برأيك كان هذا يعني الطرح؟ قد تكون رسالة لبري في حال هو فعلا يقوم اليوم بدور تفاوضي للإبقاء على دوره التفاوضي وعدم الاكتراث لتهديدات ولوعيد عرقجي أو إيران. نعم. قد تكون رسالة أنه نحن ننصحك باستمرار دورك التفاوضي. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت الأستاذة مارلان وهبي الكاتبة الصحفية. أعود إلى ضيفتي في الاستوديو أستاذة كارن، كان عندك تعقيب على اللي كنا عم نتحدث فيه مع الأستاذة مارلان، تفضلي. أنا بدي بس أرجع أول حديثنا وقت لك لمن ضربوا النبطية هيدا شيء رمز. نعم. هلأ خلينا نحكي عن دوره للأستاذ نبيه بري. كل عمره أستاذ نبيه بري دوره كبير، وكل عمره بيحتيل على كل الأطراف اللي بيحتيل سياسياً، يعني سياسياً أكيد. نعم. على كل الأطراف اللي عم بيتواجه معه، وعنده أنا بعتبر هو حدا محنك سياسياً وإله 50 سنة تقريباً بهالسلطة، رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس النواب اللبناني. اليوم وقتها طلع الشيخ نعيم قاسم بأول خطاب له، وقتها كان مش مرتاح وعم بيعرق، وما كان نعيم قاسم اللي شفناه مبارحة اللي مهيئينه مثل ما حضرتك قلتي، صار بيشبه يعني بنواحي بطريقة الخطاب والقعدة والصوت والنفس. شفنا العلم اللبناني مع العلم اللبناني exactly. So مثل أنه عم بيرجع أولاً عم بيعطي معنويات لحزبه وعم بذات الوقت هي قالت شغلة مارلان أنه إنه بدون ما يقولوا هو اللي رح يكون، بدون ما يعينوه رسمياً الشيخ نعيم قاسم اللي هو اللي رح يكون رح يتولى يمكن نوعاً ما مقام أمين عام لحزب الله. أنا بعتبر إنه ما عليه مش هيك رح يكون، ما عم إنه على مين عم بيحتال أو علناً إذا هيدا الشيء رح يصير مع خطاب وخطابين، معناتها ما بيقدر هو للعدو الإسرائيلي أو لإسرائيل يقول له أنه أنا لا مني. واليوم مثل ما حضرتك قلتي أنه رئيس إسرائيل قال له انتبه على حالك ونحن أنت دورك حسب حكيه هو. بقى ما بعتبر أنه كل شيء صار ظاهر في محل ما حزب الله بعد اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله ليس ما بعد. بتشوفي حضرتك أنه رجع لأنه تعروا، هن بمعنى اليوم عم بيلملموا شملهم، عم بيلملموا قوتهم، لأنه إيران إجت 3 مفوضين إجوا وعطيوهم كل القوة وقالوا لهم هيك بتعملوا. بس أنا بزعل وبرجع بقلك أنه كل شيء بإيده اليوم للرئيس بري إذا بده، بس هو لسوء الحظ بده. أنا ما بقول عم بيتفرج أبداً، هو عم بيغير حسب شو بيلاقي لمصلحته ما الذي يمكن تحقيقه يعني. أكيد. نعم. أكيد مش عم بيتفرج، أكيد إنه يعمل على عدة جبهات حتى على الجبهات اللي نحن علناً ما بنعرف فيها. نعم. مع كل احترامي ومع كل يعني تحليل السياسي ومعلوماتي. طيب رغم الحديث عن 1701 بشكل سريع، أيضاً إسرائيل
قالت والمسؤولين بعض المسؤولين الأمريكيين طبعا بعض المسؤولين الإسرائيليين بعض المسؤولين الأمريكيين أن 1701 صار ورانا لأنه هن اعتبروا أنه حققوا إنجازات من وجهة نظرهم وبالتالي يقدروا يطالبوا بأكثر. فهل من المجدي الآن المطالبة ب يعني تطبيق 1701؟ من يومين كان ضيفي المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط دينيس روس قال لي أنه 1700 ما بدهم ينشروا هلأ صاروا بدهم يزيدوا الجيش اللبناني، ليش ما نشروا قبل لما كانت إسرائيل عم تطالب فيه؟ فإذا المعطيات اختلفت صحيح، هيدا أيضا ممكن يعني تواجه فيه إسرائيل ويختلف أكثر. يعني أنا بس بدي أقول لك، واحد قال له أنه بالقليل تعلم من تاريخك وتاريخك القريب. نحن كنا نضلنا نقول بألفين، أنا رح أعطيكي بألفين وستة مش الأمين العام السابق حسن نصر الله اللي طلب من وقتها كان رئيس الحكومة السنيورة إنه فؤاد السنيورة، فؤاد السنيورة إنه دخيلك بدنا نوقف بدنا نعمل إطلاق النار والبدك كتير. هني بيقولوا إنه إسرائيل اللي قال دخيلك فاور. بس مش هيكون واضحة بال يعني هني بيقولوا هيك هني بيقولوا هيك، بس هي إجت من الطرفين. نعم، وأكيد إجت كمان من الطرف اللبناني. طب وصلنا على 1701 وما نتج عنه أكيد المنبثقين منه لأن 1559 و1680 لأنه هو حلو نازم نحكي فيهم. اليوم ما عاد عنده اليوم شو أي دولة اليوم بالعالم بدها ضمانات تما أنت ترجع تفتري عليها إن كان من ناحية اللبنانية أو من ناحية الإسرائيلية. ضمانات اليوم هي ما حصلت عليهم تعتبر إسرائيل، وضماناتنا نحن كلبنان كمان ما حصلنا عليهم. قدروا هن ميدانيا يحصلوا على اكثر. اكيد اليوم رح يقولوا انه نحن ما بقى يعنينا 1700 أمام يعني نحن صياغه قرار جديد. اكيد نوعا ما اكيد في صياغه قرار ما، بس كل ما عم نتاخر وكل ما بتجي ايران وبتتدخل بشؤون لبنان. يعني انا ليش اليوم بدي اعطيك اول من اسبوعين او ثلاثه منعت لا من اسبوعين دولة يعني إسرائيل طلبت من الدولة اللبنانية منع طيران إيراني إنه صحيح تحط بمطار بيروت، تحط بمطار بيروت. ما كانت قدرت لو بدها تمنع كمان هالمفيدين إنه يجوا على لبنان. فيهم يقولوا إنه لا نحن ما بدنا أي طيارة. يعني شو برأيك تنسيق صار بين الإيرانيين وإسرائيل حتى تهبط هالطائرات؟ أنا ما بعرف إذا تنسيق ما قلت هيك. أنا بقول إنه يمكن هن بدهم يروحوا بدهم يشوفوا يروحوا على الآخر نعم. مع الدولة اللبنانية وحزب الله ليشوفوا لوين بدهم يوصلوا، لأنه نحن بيعتبروا هن إنه نحن ما أنا هيك بعتبر سياسيا إنه نحن ما عم نفهم إنه نحن من بعد كل هالدمار نحن قصدك كدولة؟ ما اليوم نحن معلي ما تزعلي مني نحن لازم نرجع تحت سقف الدولة. بس اليوم مين عم بيمثلها هالدولة؟ لسوء الحظ ما عم بيمثلها إلا اثنين اللي هو رئيس الحكومة. طب هول الموجودين يعني بس ما هول الموجودين يشتغلوا ليل نهار حتى يقدروا يلموا. أنا معك اشتغلوا كتير منيح أول فترة وإجوا طلعوا مع رئيس حزب الاشتراكي وليد جملاط وقالوا بدنا 1701 وبدنا انتشار الجيش وإلى آخره وإلى آخره. رجعوا إجوا هالثلاث مفيدين من إيران تغير الحديث. طب ليش عم نرجع على نقطة؟ ليه عم نرجع لورا؟ ما تعلمنا؟ طب دم هالشهداء كلهم هالمليون وخمسمائة نازح وهاللبنانيين المنكوبين هاو ما علمونا؟ طيب وقت انتهى، ولكن أريد أن أخذ منك طالما حضرتك قلتي أنه كنتوا من الحاضرين والمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني اللي عملته حزب القوات اللبنانية وذلك بعد تقريبا شهر من الصمت يعني للقوات اللبنانية. يعني كان كمان موضوع 1701 و 1680 و 1559 عنون حزب القوات اللبنانية لأنه هذه كلها قرارات يجب أن تنفذ برأيه. بكلمة بسيطة وقصيرة جدا، هناك ثلاث جهات ممثلة للشريحة من اللبنانيين لم تدعى إلى هذا الحوار، كيف بيكون حوار وطني وهو في شرائح غائبة عنه؟ لا هو هن دعيوا كل الفرقاء، بس أكيد أكيد مش رح يدعوا حدا من
من الممانعة مثل حزب الله وإلى آخره، ولكن كل الفرقاء يعني اللي هن بيعتبروهم عم بيشتغلوا لمصلحة لبنان كانوا مدعوين، في منهم اجوا في منهم ما اجوا، كل واحد عطى عذره. ولكن انا بتاسف، برجع بقول لك بتاسف انه من عمل معراب واحد من كم شهر، بفهم وقتها يمكن انه يكون في استكبار، ولكن اليوم انا بعد وانا عم بحكيك كمعارضه مستقله، انا مني عضو بحزب القوات، بعتبر انه هيدي كانت فرصه بوقت لبنان يعني وقت كتير إذا بدك مصيري ومصيري للبنان، إنه ما نجتمع ونقول إنه بدنا هالقرارات. وأولاً لازم يجي رئيس جمهورية، بدي أرجع أعول عليها بآخر الحديث معك، ببلش الحل بانتخاب رئيس جمهورية لبنانية، هو ساعتها هو اللي بيحمل كل هالآراء وبروح صوب مصلحة لبنان ومفاوضات سلام، لأنه غير هيك ما رح نخلص اللي عم نعيشه من 50 سنة، رح نضلنا نعيشه لقدام، ولبنان ما بيحمل. وعن جد اليوم من منبرك من المشهد بدي أقول أنه اليوم أو لبنان بيرجع بيستعيد قوته وبيرجع لبنان جمهورية مستقلة عربية تعمل كل هالحلول للسلام، أو رحنا إلى الزوال للبنان اللي منعرف. لا سمح الله. شكرا جزيلا لحضورك أستاذة كارين البستاني، الكاتبة والناشطة السياسية، كنت معنا في الاستوديو.